السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا ومشاهدينا الكرام في كل مكان. موسم جديد من ترياق يعود إليكم مليء بالمعلومات الصحية الموثوقة والنصائح الطبية من مصادرها الصحيحة. لنواصل رحلتنا نحو فهم أعمق لعالم الطب والصحة. منا نحن عناء الجابرية وزميلتي خديجة الحبسية، لكم مشاهدينا ومستمعينا الأعزاء أينما كنتم. حياك الله عنان وحياكم الله مشاهدين الكرام في كل مكان. في هذا الموسم نكمل مسير رحلتنا الطبية بشكلها السلس واللطيف. سنغوص في مواضيع جديدة وحيوية، وسنستضيف نخبة من الأطباء حول بلادنا الحبيبة عمان، وهدفنا دائما هو تزويدكم بالمعرفة اللي تحتاجوها بإذن الله لتوسعة أفقكم وتحسين جودة حياتكم. فمرحبا بكم في موسم جديد من برنامجكم الطبي ترياق. حلقة اليوم متابعينا اخترناها تكون عن موضوع يكاد يكون جزء لا يتجزأ من حياتنا اليومية. في عالمنا الحالي المليء بالمعلومات الصحية والنصائح المتنوعة، تنتشر بعض المعتقدات اللي قد تبدو للوهلة الأولى إنها صحيحة، لكنها في الواقع تفتقر للأساس والدليل العلمي. ولا إيش رأيك خديجة؟ صحيح يا عنان، وهذه المعتقدات واللي نسميها بالخرافات الطبية تؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على قراراتنا الصحية، واللي من الممكن إنها تضلل البعض للحصول على العلاج المناسب. فهذه الحلقة سنستعرض أبرز الخرافات الطبية التي شاعت عبر الأجيال، كيف نشأت وليش يصدقها الكثير من الناس، والأهم نستكشف ونفهم الحقيقة العلمية وراءها. لكن قبلها إيش رأيش عنان ناخذ لمحة تاريخية عن الخرافات الطبية؟ أكيد وبكل سرور. طبعا تعود جذور الخرافات الطبية للعصور القديمة ونشأة الطب والإنسان نفسه، واللي كان أساسها محاولات جاهدة وملاحظة متعمقة لتفسير الظواهر الصحية والأمراض المنتشرة وقتها، بالإضافة للتجربة الشخصية لعلاج هذه الأمراض. فكانوا يعتمدوا على استخدام الأساطير، الفلكلور الشعبي والدين في تفسيراتهم. ففي العصور القديمة مثل الحضارات المصرية والرومانية والإغريقية كانوا يعتقدوا أن بعض الأمراض هي نتيجة غضب الآلهة أو وجود أرواح شريرة. وبالرغم من تقدم الزمن، إلا أن الجهل والفقر في العصور الوسطى خلى الخرافات الطبية تتفاقم، وظنوا أن الأمراض تأتي بسبب الذنوب والعقاب الإلهي. قلت حدة هذه الخرافات في العصور الحديثة وما بعدها بسبب التطور العلمي على كل المستويات. فيعني مشاهدين الكرام نقدر نقول إن نواياهم ومحاولاتهم البدائية كانت صادقة. صحيح إنها كانت غير دقيقة وكثير منها كان خاطئ، لكن كان هذا بسبب أنهم كانوا مقيدين بغياب الفهم العلمي الدقيق للجسم البشري والتطور في علم الأمراض والبحث العلمي. لكن للأسف متابعينا ما زالت بعض الخرافات متوارثة ويتم تداولها لوقتنا الحالي. مشاهدين الأعزاء، حلقتنا اليوم مثرية وممتعة جدا، خلوكم معنا لكن بعد الفاصل. تشكل الخرافات الطبية والمعلومات المغلوطة تحدياً كبيراً أمام المجتمعات الحديثة، خاصة في ظل انتشار المعلومات بسرعة هائلة عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي. وتعد هذه الخرافات تهديداً للصحة العامة، لأنها قد تدفع الناس إلى اتخاذ قرارات غير صحية أو تجاهل نصائح طبية موثوقة. وكمثال حديث، وجدت دراسة أجرتها منظمة الصحة العالمية أن المعلومات الخاطئة والمغلوطة تؤثر بشكل كبير على سلوكيات الصحة العامة، خاصة أثناء الأوبئة مثل كوفيد-19. فحوالي 78 من الجمهور الأمريكي صدقوا أو لم يكونوا متأكدين من صحة واحدة على الأقل من 8 خرافات متعلقة بالجائحة، مثل أن الحكومة تبالغ في أعداد الوفيات الناجمة عن كوفيد-19، أو أن اللقاحات تسبب العقم. بالإضافة إلى ذلك،
كشفت دراسة أجريت في جنوب أفريقيا أن العديد من المجتمعات تحمل مفاهيم خاطئة حول فيروس كوفيد-19، مثل الاعتقاد بأن الفيروس يمكن التخلص منه عبر استخدام العلاجات المنزلية، أو أن الأشخاص من فئات معينة لا يمكنهم الإصابة بالفيروس. وقد أثرت هذه المعلومات الخاطئة على قدرة الناس على اتباع الإجراءات الوقائية الصحيحة، مثل التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات. وأشارت الدراسات كذلك إلى تردد البعض حول تلقي اللقاحات نتيجة لهذه الشائعات. رجعنا لكم مرة ثانية مشاهدينا ومتابعينا الأعزاء بعد هذا التقرير، ومعنا في الأستوديو نستقبل الدكتور صالح بن سيف الهنائي، استشاري أول طب الأسرة في وزارة الصحة، ليحدثنا أكثر عن الخرافة الطبية. أهلا فيك دكتور صالح. أهلا أستاذك دكتورة ومشاهدين الكرام. أهلا دكتور. دكتور صالح، لو نبدأ في البداية، إيش هو تعريف الخرافة الطبية؟ نعم، حقيقة الخرافة الطبية هي مفهوم خاطئ ومعتقد غير علمي ومبني على أسس غير علمية، ويأخذ في الانتشار بشكل سريع بين فئات المجتمع، وقد يتوارث بين الأجيال، وأيضا ينتقل بين ثقافات وبين حضارات مختلفة، فهو ليس له مكان محدد، ليس له أساس علمي محدد، لكنه يتنوع وبالتالي ينتقل بين فئة أخرى وبين مجتمع آخر، ويكون غير مبني على أدلة علمية. يعني تكون معلومة مغلوطة والناس تنتشرها، أو عذرا تتداولها. نعم. أيوة. طيب دكتور، ليش الناس تصدق الخرافات الطبية مع أنه إحنا في عندنا الأدلة العلمية وغيرها؟ نعم. بس نحصل أن الخرافة سهل أن الواحد يصدقها. نعم، هو كده هناك عدة أسباب. أول سبب هو عدم الوعي الكامل بالمعلومة الصحية كانت أو التي تنتشر، بالتالي يصدقها الناس وبالتالي يكونوا كأنها معلومة جديدة بالنسبة لهم. الشيء الآخر، قد تكون هي ممارسة من قبل شخص أو شخصين وأثبتت فعالتها، لكنها هي ليست علمية، عن طريق الصدفة. عن طريق صدفة، بالتالي أيوة. تعتقد أنها يعني أصبحت هي كعلاج رسمي وكعلاج فعال، فإذا هذه أحد الأشياء. الشيء الثالث، تجدها أحيانا تلامس الواقع، تلامس حاجة الناس اليومية، مثلا نوع من الغذاء الذي متعودين يأكلوه، نوع مثلا الخلطات التي متعودين يأخذوها وارثوها عن ربما عن آبائهم وأجدادهم، لذلك تجدهم يهتموا في كثير، بالتالي وخلاص هذه تم إثباتها علميا وتم يعني إشهارها وانتشارها، لذلك تكون مقبولة بالنسبة لهم ويبدو في تطبيقها وتصديقها. الشيء الرابع، قد تصدم الشخص، يعتقدوا أنه موثوق. أيوة. هو غير موثوق فيه. ربما يعني الآن في مجموعات التواصل الاجتماعي ومجموعات الواتساب، قد أشخاص يعيد نشرها بدون ما يحققوا منها. أيوة. فيعتقدوا أن الشخص الذي أعاد نشرها هذا الشخص موثوق فيه، ثاني مصدقها، هو فقط أعاد نشرها، لم يعني يتيقن ولم يحاول أن يثبت صحتها من عدم. أيوة، واضح. يعني في أكثر من سبب يخلي الناس تصدق هذا الخرافة. نعم. بسهولة. طيب دكتور صالح، بحكم خبرتك في المجال الطبي، إيش هي أكثر الخرافات اللي تنتشر بين الناس وبنفسك تحصل صعوبة لما تتعامل مع الناس بشكل عام أو المرضى؟ نعم، هناك ثلاثة أنواع من الخرافات التي نواجهها كأطباء. أول خرافة هي فيما يتعلق بالخلطات الشعبية. هناك من كثير من الخلطات التي تجمع ما بين أعشاب وبين ربما مكونات غذائية قد تكون معروفة في المجتمع، قد تكون غير معروفة، وتم نشرها على أساس أنها تعالج أمراض، وتعالج أمراض مستعصية مثل السرطان. سبحان الله. مثل أنها تنظف الشرايين. يعني تنظيف الشرايين أو فتح الشرايين هذا يحتاج له عملية ويحتاج له يعني إجراء طبي معقد. صحيح. السرطان اللي يتعالجه يحتاج له أيضاً كثير من الترهلات الطبية. فهذا يعني يجعل الناس تقبل عليه بشكل أكثر، والله ليش أذهب للطبيب القلب أو أن أجري هذه العملية أو أن أخذ العلاج الكيميائي وغيره.
ألجأ إلى هذه الخلطات. يمكن وقع المرض نفسه يكون صعب عليهم أنهم يتقبلوا، كلهم يجدوا أمل أو مخرج أنهم يتعالجوا منه. فهذه أول شيء الخلطات يعني الشعبية التي كثير تنتشر. الشيء الثاني الجمع بين الأغذية، مثل يقولك والله البيض مع الموز سام وقاتل، فلان مات في مكان فلاني في بلد فلان، هو ما صحيح. مثل السمك مع الزبادي هذا كثير منتشر، مثلا السمك مع الزبادي يقتل. ايضا تقطيع البصل وضعه في الثلاجه يكون سام، يصبح سام اذا اخذته مره ثانيه. هذه المعتقدات ما في اساس علمي ابدا، وسبحان الله تجد انها تنتشر بشكل كبير والناس تبدا انها تبتعد عنها وعدم انها تطبقها. والنوع الثالث من الخرافات هي الادويه. والله هذا الدواء تم سحبه من الاسواق انه تبين انه مسرطن، وموجود في الاسواق ولم يتم سحبه ولا شيء. هذا الدواء بين انه خطير يقتل اطفال، وقد هو ضروري جدا لاجل ان تعالج بعض الحالات المرضيه، مثلا ضغط حيوي او خافض حراره. فتجد انه ربما بهذه المعلومه الخاطئه قد يضر اشخاص هم في حاجه الى ذاك الدواء، بالتالي يلجأوا الى شيء اخر غير فعال. أيوة. فهذه اهم ثلاث خرافات حين نواجهها كأطباء في الممارسة الطبية. أيوة. طيب دكتور، أحيانا بعض الناس تقول أنه تناول مشروبات معينة بعد أدوية أو بعد المضادات الحيوية تقلل مفعول هذه المضادات الحيوية. نعم. مثل القهوة وغيره. نعم. هل هذا يعني منتشر تشوفه؟ نعم منتشر كثير، منتشر كثير. نعم هذا. وبالتالي نحاول نصحح هذه المعلومة. أيوة. لأجل أيضا أنه أول شيء ما يحرم الإنسان نفسه من فائدة ذلك المشروب. في بعض أحيانا في بعض الأشياء في أدلة علمية تثبت فعلا إذا شربت شيء بعد دواء محدد نعم قد يقلل منه، مثلا الشاي والقهوة يحتاج تعيضه به مثلا فيتامين سي، أو مشروب يحتوي على فيتامين سي مثلا عصير برتقال أو عصير ليمون بعد مثلا وجبة غنية بالحديد. أيوة. أو بعد تناول الحديد هذا يجعل الامتصاص أسهل أفضل. فبينما إذا قد يكون ينتشر مشروب آخر يكون مغلوط. أيوة. بالتالي ما يكون صحيح. واضح. ففعلا هذه الأشياء تنتشر ونحاول أن صححها إن شاء الله للمرضى. طيب دكتور، فيما يخص هذه الخرافات الطبية، هل تجد صعوبة في اتخاذ بعض القرارات الطبية أنك توصلها بسهولة للمريض، خصوصا لما يكونوا مصدقين خرافة طبية بشكل كبير؟ هل تجد صعوبة في تصحيحها أو اتخاذ قرار معين؟ نعم، وهي شكل تحدي للطبيب في بداية الأمر، أنه المريض أتى إليك وإليه قناعة بأن هذا العلاج هو الأنسب له، فهو فقط يريد بعض الأشياء التي ربما تساعده أنه يعني يأخذها، وبالتالي قد يكون تخفف من بعض الأعراض، لكنه كعلاج أساسي لمرضه يعتمد على تلك الخرافة أو تلك الخلطة. هو خلاص يعني مقتنع، مقتنع جاي مقتنع فيها، بالتالي تحاول أنك تقول والله لا يعني خليني أخبرك مثلا لا هذا الشيء يثبت علميا. قد نسوق لبعض الأدلة العلمية ونذكر بعض الحالات التي قد ذهبت في هذا الطريق أو في أخذ هذا المسار وصار لها مضاعفات. أيوة. ونذكره ايضا انه والله ان هذا المرض له علاجات مختلفه وايضا ثبتت علميا، ومحتاجه مثلا تكون تحت رقابه طبيه وفي فحوصات يتم عملها، بالتالي هو في مامن يعني ما يخاف ان هذا الدواء ياثر عليه. لا. أيوة. يتم مراقبه تاثير الدواء ومراقبه المرض، بالتالي هو في امان. بينما في الخلطه الشعبيه او العشبيه ما تكون هذه الاشياء موجوده، فهو خطر انه يذهب اليها بدون ما تكون هناك رقابه. وحقيقة بعض الأشياء أيضا نذكر له أنه يعني علميا وجدوا بعض الخلطات فيها أدوية، مثل بعض الخلطات وقالوا نعم وضعوا فيها أدوية لأجل أنها تسرع الشفاء. فنقول له أنت لماذا تتخذ تلك يعني الخلطات؟ خذ الدواء اللي هو يعني النقي، الدواء الذي ثبت علميا ولم يخلط مع شيء آخر. أيوة. فقد يخلط أكثر من دواء، هذا فعلا وجدناها يعني كثير من تشوهات في الوجه، صارت حروق، كثير من خفض في السكر لانه كان في ادويه فيها ادويه على السكر، مضادات الالم يعني وجدناها بتركيز عالي في بعض الخلطات، بالتالي المريض يحس براحه وب يعني ذهاب الالم، لكن بعد ذلك يعاني من مضاعفات تلك الادويه. أيوة. فنذكر ان هذه الخلطه هي ليست يعني طبيعيه، لكنها تم خلط فيها اشياء وادويه كيميائيه.
وبالتالي نحاول نحذر منها. يعني هو ممكن يكون من البداية يستفيد وبالفعل يعني بالفعل يستفيد من الدواء أو من هذه الخلطات. صحيح. لكن تكون على مدى قصير مثل ما ذكرت. على مدى قصير بالضبط، وبعد فترة تبدأ تظهر المضاعفات. طيب دكتور خبرنا مثل إيش هذه المضاعفات، يعني كلمنا عنها أكثر. نعم طبعا في البداية أول شيء كثير من الأشخاص يأتون بحموضة، عندهم حموضة زائدة أو حركة في المعدة، وربما تقرحات في المعدة، تقرحات المعدة. بسبب ماذا؟ بسبب انه اخذ خلطه شعبيه فيها تركيز عالي من مسكنات الالم. أيوة. اللي حنسميها الغير ستيرويديه. فهذه كذلك. الشيء الاخر كثير من خلطات خاصه في بعض النساء، عند بعض النساء اخذ خلطات شعبيه لاجل التجميل، لاجل التبييض. فاتى بشكل معاكس، انه في هناك حروق في الوجه، حروق في الجلد. الشيء الاخر كذلك انخفاض كثير في السكر. اخذوا مثلا خلطه والله تعالج السكر وتغنيك عن ادويه السكر، ياتي المريض بانخفاض شديد في مستوى السكر. أيوة. لانه تركيز تلك الخلطه فيها أكثر. اي نعم دواء كثير او في جرعه عاليه اكثر من حاجته وحاجه المرض الذي لديه. وطبعا القائمه فيها تطول. نعم تطول يعني. أيوة. يعني صعب انك تحصيها، ولكنها يعني كمبدا عام هذا هي، لانه يعني في تركيزات من الادويه التي قد تؤثر في صحه المدروسة. أيوة. أيوة. واضح دكتور صالح. طبعا الحديث يطول جدا عن هذه الشائعات او الاخطاء الشائعات الطبيه، لكن لقصر الوقت ما بنقدر نتكلم فيها بالتفصيل، بس شكرا جزيلا لك دكتور صالح، كفيت ووفيت في هذه المعلومات. شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام، الحلقه لسه ما انتهت، انتظرونا بعد هذا الفاصل. المغالطات الطبية، السؤال حقيقة جميل جدا. في بالي الآن حقيقة العديد من المغالطات الطبية التي يفكر فيها العديد من الناس، من أهم التي تأتي يعني على القائمة البداية من أفكاري هي هل اللقاحات سبب التوحد؟ وموضوع انتشر بشكل كبير جدا، خاصة بعد التوصية من وزارة الصحة العالمية ووزارة الصحة في سلطنة عمان، اللقاحات مع كورونا المنتشر. حقيقة هذه اللقاحات سبب التوحد، هذه الشائعة والمغالطة الطبية بدأت في عام 98 عندما نشر العالم البريطاني دراسة في مجلة The Lancet، كانت تتكلم عن أن اللقاحات مرتبطة، لقاحات الحصبة والحصبة الألمانية الإمامار مرتبط بشكل مباشر بالتوحد. الآن عندما تم الدراسات وتم دحض حقيقة تم دحض هذه الدراسة بعدة دراسات علمية أخرى، في دراسة في الدنمارك في عام 2019 شملت 650 طفلا، دحضت هذه المقولة حيث وجدوا أنه لا يوجد أي ارتباط ما بين اللقاح ومرض التوحد بالنفس. فالآن فمثل ما يقولوا ما في دخان بدون نار، فمن أين أتت هذه الدراسة أو الفكرة أو المغالطة الطبية أو ارتباطها الوثيق ما بين اللقاح والتوحد؟ سؤال جيد حقيقة. إذا تسأل الشخص ما هي المغالطات المنتشرة في المجتمع، في فئة من الناس طبعا هذه المغالطات تختلف من ثقافة لأخرى ومن مجتمع لآخر. من ضمن هذه المعتقدات في بعض الناس يعتقد أنه يمكن أن يأخذ كمية كبيرة من الطعام ولكن في المقابل بأن يمارس الرياضة. للأسف هذا المعتقد خاطئ، فيجب على الإنسان الاعتدال في مأكله وفي مشربه، وأيضا يجب عليه ممارسة الرياضة بشكل متوازن. طبعا يعتمد الطعام، نسبة الطعام اللي يأخذها الشخص أو الإنسان تعتمد على نسبة السعرات الحرارية، وهذه السعرات الحرارية تختلف من شخص لآخر، فهي نسبة تقديرية طبعا، وتختلف من الديكور والإناث. الإناث تقريبا من 1600 سعر حرارية ل 2000 سعر حرارية، وطبعا أيضا تختلف، والذكور من 2000 إلى 3000 سعر حرارية. فمثل ما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، ثلث لطعامك ولشرابك ولنفسك، وأيضا علموا أولادكم السباحة والرياضة وركوب الخيل. فيجب على الإنسان طبعا أن يعتد بمبدأ التوازن في الحياة. هناك كثير من المغالطات عندنا في المجتمع اللي تحتاج توضيح أكثر من القطاع الصحي،
لتوعية الناس. واحد منها دواء البنادول أو الباراسيتامول. هذا الدواء كثير من الناس تعتقد أنه دواء آمن تماماً، فتستعمل كميات كبيرة منه مجرد يحصل صداع، شعره شوية تعب، فيستعمله كميات كبيرة. هذا الدواء استعماله بشكل مفرط قد يؤدي إلى مشاكل عديدة، منها فشل في الكبد لدرجة أنه بيحتاج المريض، يمكن إذا أخذ كميات معينة يحتاج إلى حتى توصل لدرجة أنه تحتاج إلى زراعة كبد في المستقبل. طبعا هناك كثير من المغالطات الأخرى، واحد منها شرب الماء أنه يسبب زيادة في الكرش. طبعا شرب الماء يسبب زيادة في الكرش، ولكن هذه الزيادة تكون مؤقتة، غالبا تروح هذه مع خروج البول ويرجع الوزن غالبا طبيعي إذا ما كان عند المريض أي أمراض مزمنة أخرى. واحد من الأشياء اللي تستعملها الناس ممكن بشكل خاطئ، نفس الشيء مسهلات يستعملونها لنقصان الوزن. طبعا هذه المسهلات صحيح ممكن على المدى الطويل تسبب نقصان للوزن، لكن تأثيرها جدا قليل في الوزن، وغالبا ممكن تسبب مشاكل في الجهاز الهضمي، تسبب مشاكل من ناحية الأملاح في الجسم، وأضرارها أكثر من فوائدها لنقصان الوزن. هذه بعض من المغالطات اللي موجودة في المجتمع. رجعنا لكم مشاهدين الكرام مع ثاني ضيوف حلقتنا لليوم. نستضيف الدكتور المعتصم القصابي، اختصاصي أمراض جلدية، مبتعث لدراسة في الزمالة في إيرلندا. أهلا فيك دكتور معتصم. أهلا وسهلا بكم دكتور معتصم. إذا بغينا كدكتور أمراض جلدية، وما أن الجلد هو مرآة الجمال للأشخاص ومرآة الشخص بنفسه، إيش مدى انتشار الخرافات الطبية في مجال الأمراض الجلدية؟ تقريبا تخصص الأمراض الجلدية أعتقد من وجهة نظري أنه هو أكثر تخصص تنتشر فيه الخرافات الطبية، وأعتقد أنها هي مزيج من عدة أشياء. خرافة طبية معنى هوس في الجمال والظهور بمظهر لائق، ومشكلة التضليل الإعلامي والإعلانات التجارية. وأعتقد أنه الأمراض الجلدية الناس يعني ممكن يتساهلوا فيها أكثر مقارنة بالتخصصات الأخرى والأمراض الأخرى. يعني لو شخص مصاب بتساقط شعر على سبيل المثال، من السهل إقناعه باستخدام شيء معين قد يكون يعني لا فائدة منه. لكن لو كان مصاب بمثلا الله يسلم الجميع مثلا بجلطة في القلب، أعتقد أنه من الصعب أنك تقنعه باستخدام شيء معين أو عشبة معينة. فلهذا السبب أعتقد أن التخصص الجلدية هو أكثر تخصصات انتشاراً للخرافات الطبية. طيب دكتور المعتصم، ما مدى تعمق الخرافات الطبية عن الأمراض الجلدية بشكل عام في المجتمع؟ ما أعتقد أنها عميقة بشكل يعني واسع أو منتشرة بشكل كبير، خاصة مع تطور العلم، تطور وسائل الحصول على المعلومة، ودخول الكثير من الأطباء في وسائل التواصل الاجتماعي وبكافة أنواعها. فقط في فئة، أعتقد أنها فئة قليلة، وكما تكلمت سابقاً أنه دخل ما بس الخرافات الطبية، دخل موضوع التضليل الإعلامي والإعلانات التجارية المضللة. هذا جانب آخر هو يعني هو الأكثر شيوعاً في هذه الفترة. طيب دكتور معتصم، من خلال في عيادتك مع المرضى وكطبيب أمراض جلدية، إيش هي أبرز الخرافات الطبية أو الأسئلة اللي تجيك من المرضى عن منتجات أو مستحضرات معينة؟ هناك العديد من الخرافات الطبية متعلقة بالجلد، وما أعتقد أنه راح يكفي الوقت لذكرها كلها.
لكن راح أذكر أبرز هذه الخرافات. أول خرافة إنه لا يوجد حاجة لعلاج حب الشباب لأنه يتحسن لوحده، وهذه معلومة غير صحيحة، لأنه في حالات، أغلب الحالات من حب الشباب تستدعي تدخل طبي، وفي حال تأخر في علاجها ممكن أن تؤدي إلى مضاعفات لا يمكن علاجها لاحقا. في خرافة شائعة كثير إنه بإمكان الشخص إنه يأخذ حبوب أو إبر عن طريق الوريد، وهذه راح تعمل توحيد في لون جلده أو تغير من طبيعة جلده بشكل كامل. طبعا هذه أتوقع أنها مرتبطة بالهوس التبييض وبالتضليل التجاري اللي شائع هذه الأيام. في عدة خرافات أخرى، مثلا أنه لازم تستخدم واقي الشمس أثناء الوجود داخل المنزل، أو واقي الشمس ممكن يحمي من حرارة الطبخ. هذه نفس الشيء معلومة غير صحيحة، لأن واقي الشمس من الاسم يحمي من أشعة الشمس اللي هي عادة الأشعة فوق البنفسجية. في خرافات أخرى، مثلا أنه الثوم ممكن يعالج الثعلبة، وهذه معلومة قليلا يعني صائبة قليلا، لكن المشكلة أنه استعماله لعلاج الثعلبة عادة يؤدي إلى مضاعفات جانبية، لأنه الإنسان لما يستخدم الثوم ما راح يقدر يتحكم في تركيز المادة هذه اللي تعمل على علاج الثعلبة. هذه أتوقع هي أبرز الخرافات اللي حبيت أتكلم عنها. طيب دكتور المعتصم، في وجود هذه الخرافات هل تجد صعوبة في إقناع مثلا المرضى بعكسها، أو أنه لما تأخذ قرار طبي معين في علاج الأمراض الجلدية تحصل صعوبة؟ هو الصعوبة لا تكون شديدة عادة لما يصل المريض إلى المختص، لكن المشكلة أنه هو هل سيصل إلى المختص لأخذ المعلومة الدقيقة والصحيحة؟ عادة الناس في المشاكل الجلدية تتأخر في الوصول إلى المختص وأخذ المعلومة الصحيحة، فهي تبقى الإشكالية هنا. لكن ما أعتقد أني واجهت صعوبة في إقناع المرضى، لأنه طبيعة الإنسان لما تشرح له تفاصيل المرض من البداية وتشرح له تفاصيل العلاج الأغلب أنه راح يقتنع، بس تبقى مشكلة أنه وصوله إلى مقدم الرعاية الصحية. طيب دكتور، أنت ذكرت إن عن الخرافات السابقة اللي ذكرت عنها، هل في مضاعفات لهذه المنتجات أو الخرافات اللي استخدمها المرضى أحياناً؟ وهل هي هذه المضاعفات بعيدة المدى أو قصيرة المدى بالعادة؟ طبعاً على سبيل المثال، تأخر علاج حب الشباب قد يسبب حدوث ندبات. هذه الندبات عادة صعبة العلاج. استخدام هذه الأدوية سواء عن طريق الوريد أو عن طريق الفم لتوحيد اللون أغلبها غير موحد، أغلبها غير معتمد وغير مفحوص، طبعا تؤدي إلى مضاعفات بالأجهزة الأخرى بالجسم كالكبد والفشل الكبدي. في مثلا استخدام، انا في خرافه انا ما ذكرتها، اللي هي مثلا استخدام الليمون لعلاج التصبغات قد يفاقمها، قد يسبب تصبغات اخرى شديده صعبه العلاج. من غير انه استخدام اشياء لا فائده منها قد يكون خساره للوقت وللماء. ايوه. طيب دكتور المعتصم، في النهايه هل في طريقه معينه انه نقنع الناس او نحاول نوصلهم معلومة تجنب هذه الخرافات الطبية؟ أعتقد هذا راح يكون موضوع مشترك بين الجهات المعنية، بين مقدمي الرعاية الصحية والاختصاصيين. المطلوب من جهتنا احنا كأطباء التكثيف من حملات التوعية، من دخول وسائل التواصل الاجتماعي، لأنها أصبحت سلاح قوي صراحة لنشر المعلومات الطبية الصحيحة
وكذلك للرد على أي ادعاءات أو أي إشاعات تنتشر في وسائل التواصل الاجتماعي. من ناحية الجهات المختصة طبعاً المطلوب أنه تقنين الإعلانات التجارية وأي ترويج لأي منتجات لها علاقة بصحة الإنسان. واضح دكتور معتصم، شكرا جزيلا لك دكتور على معلوماتك القيمة. العفو العفو، هذا واجبنا طبعا. شكرا لك، شرفتنا دكتور. نكمل معكم مشاهدين الكرام لكن بعد الفاصل. مشاهدين الأعزاء، تاريخ الخرافات الطبية هو تذكير بأن البشر منذ نشأتهم يميلون بطبيعتهم للبحث عن إجابات وتفسيرات لكل ما هو غامض، لكن في ظل غياب الأدوات والأدلة العلمية الكافية. وبالرغم من أن الطب الحديث مبني على الأدلة، إلا أن بعض الخرافات لا تزال موجودة ولا تزال قادرة على الانتشار. وهنا يأتي دورنا بتذكيركم دائماً أن الخرافة الطبية قبل ما تكون مجردة من الأساس الصحي لا تكاد تخلو واحدة منها من أثر جانبي، مضاعفات صحية أو خطر نحن في غنى عنه. كرمنا الله عز وجل بعقل يفكر ويتدبر حين قال في سورة العلق: علم الإنسان ما لم يعلم. ومن هنا يأتي واجبنا بأن نشكر الله على هذه النعمة ونسخرها في تدبر آياته وفهم ما حولنا بكل الطرق المتاحة. شكرا متابعينا على طيب استماعكم، نلقاكم في حلقة قادمة وفي أمان الله.